أنا احتراما لوقتكم ولأنه الوضع كله حركات بسرعة فما بدناش نضيع وقتكم. أنا حضرت بيان أعتقد وزع عليكم وزع خلينا نقرأه وسيوزع عليكم فورا. الأستاذة رايا أبو عتيلة آية أبو عتيلة راح تقرأ البيان بالنيابة عني. قراءة في كتاب التكليف السامي بقلم طلال أبو غزالة. أولا هنيئا للشعب الأردني لأن جلالة الملك المعظم قد اختار الدكتور عمر الرزاز لرئاسة الوزراء، ولأن جلالته يعتز بكونه مواطنا أردنيا، لأن جلالته دعا الشعب لشراكة حقيقية من خلال توجيهه بأن يكون الحل حواريا وداخليا، ولأن جلالته قد حدد ما يعاني منه الوطن وطالبنا جميعا بالعمل على إيجاد الحلول، ولأن جلالته طالب بمحاسبة الفاسدين والمقصرين على السواء، ولأن جلالته بصفته القائد العام لقواتنا المسلحة ولأمننا العام قدم نموذجا رائعا للتعامل مع المواطنين، ولأن جلالته أمر بتوازي المسارات الإصلاحية المالية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية، لأن جلالته يدرك ويعيش مشاعر المواطنين جميعا في ظروفهم الصعبة ولا سيما تطلعات شبابنا، لأن جلالته حمل الأسلوب الحضاري والوطني للأردنيين في احتجاجاتهم المشروعة دون الإضرار بالاقتصاد الوطني والمعيشي الذي نشكو منه. ثانيا منهجية الحوار، أن تبدأ الحكومة فورا بالإجراءات الحوار الوطني الشامل بالتوازي مع وبنفس الأهمية المناطة بكل وزارة في خدمة المواطنين، أن يكون الحوار متعدد الأطراف وشاملاً للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بالإضافة للهيئات الإعلامية والاتحادات والنقابات والتنظيمات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الأكاديمية، وذلك بشكل طاولة مستديرة وليس من خلال الحوار الثنائي ولا الإعلامي فقط، أن يكلف بإدارة الحوار كفريق عمل حول كل قضية الوزير المختص بالموضوع المطلوب مناقشته بروح الشراكة وصولا إلى التوصيات التوافقية عليه. ثالثا مواضيع الحوار، أن تشمل الحوارات جميع المواضيع التي طرحها جلالة الملك في كتاب التكليف السامي ولا سيما: 1- الحكومة الإلكترونية، 2- الطاقة البديلة أي الشمسية، 3- أزمة المرور والنقل العام، 4- التعليم الرقمي، 5- الغلاء في المعيشة، 6- الصحة، 7- الإصلاح الإداري، 8- التكافل الاجتماعي، 9- مراجعة المنظومة الضريبية وإصلاحها بشكل متوازن وشامل، 10- خلق فرص عمل حقيقية ورفع مستوى الأجور. 4- أهداف طاولات الحوار، أن تكون أهداف طاولات الحوار جميعها زيادة النمو في الناتج القومي من خلال زيادة إرباحية القطاع الإنتاجي وبالتالي زيادة الوعاء الضريبي وزيادة المحصل من الضرائب بغض النظر عن أي زيادة في الضرائب، تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل في القطاع الخاص ودخولات الأفراد، تطبيق الشراكة الحقيقية بين السلطة التنفيذية والمجتمع الاقتصادي والمدني وليس إدارة هذه الشراكة من قبل السلطة التنفيذية، تحقيق العدالة الاجتماعية تطبيقاً وليس تعبيراً عن الرغبة فقط، إصدار ميثاق النزاهة بقانون بحيث يصبح تطبيق ما فيه إلزامياً ونظامياً قانونياً لمنع الفساد ولمعاقبة مرتكبيه، إطلاق مشروع وطني للتحول إلى مجتمع معرفي يصنع المعرفة ويحولها إلى ثروة بما يحقق الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن المساعدات والقروض. 5- المبادرة هي بيد السلطة التنفيذية، لقد أثنى جلالته على الاحتجاجات السلمية ولم يطالب بوقفها، واثقا بوطنية وضمير المواطنين
إن السلطة التنفيذية عندما تتخذ الإجراءات التطبيقية لتوجيهات جلالته بشكل شفاف وعملي تحقق الطمأنينة والقناعة لدى المحتجين الذين وصفهم جلالته بالمواطنين المخلصين، عندئذ سيتخذ المحتجون القرار الوطني الإيجابي لوقف احتجاجاتهم والانخراط في الحوار العملي البناء لتحقيق ما فيه خير البلد وخدمة مصالحه. يتشرف ملتقى طلال أبو غزال المعرفي بأن يعرض استضافة طاولات الحوار جميعها وتقديم الدعم اللوجستي اللازم لها بالمستوى اللائق. رح أعيدها. يتشرف ملتقى طلال أبو غزال المعرفي بأن يعرض استضافة طاولات الحوار جميعها وتقديم الدعم اللوجستي اللازم لها بالمستوى اللائق. وشكرا. شكرا جزيلا. ما ورد هو ترجمة لما أمر به جلالة الملك في كتاب التكاليف. لم أأتي بأي شيء جديد سوى أنني أردت أن أضع منهجية للتطبيق، أقترح منهجية كمواطن أن أقترح منهجية للتطبيق لتكون رسالة جلالته موضوعة للبحث من خلال تطبيق عملي وليس من خلال نوايا حسنة فقط. إذا في أي أسئلة أنا تحت. لا، بدي أسأل سؤال بيك كذا سمعوا إلى هو جلالة الملك قال أو أما قالوا في لقاء مع الصحفيين إنه عنا ذاهبين للمجهول. المجهول. نعم. إذا ما أشوف الأمور تحت رايحين. وهذا شيء أنا أزعجه صراحة. نعم. وأزعج الكثيرين. نعم. أنت كأخت. أنا أقول أنني لا أرى أي مجهول. أنا أرى في رسالة في التكليف الملكي خطة واضحة وطريق واضح وليس هنالك طريقين. أنا أرى أنه أمامنا طريق واحد هو البناء والإصلاح والتطوير وخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وليس أمامنا بديل آخر. طب كاقتصادي أنت يعني هل ترى أن الأردن في صعوبة في مليونية 37 مليار في سيدي نسبة المدنية. أنا في مجلس الأعيان، أنا أشكرك على إثارة السؤال، في مجلس الأعيان استدعينا مندوب صندوق النقد الدولي وحاورته في ما قدمه من اقتراحات لأن له كان دور كبير في صياغة قانون الضرائب المقترح، بل بالأكثر أن الصياغة في أغلبها والطلبات بأغلبها هي طلبات. أولا أنا لا أؤمن بأننا نحتاج إلى من يصيغ لنا أي قوانين أو أي تشريعات، لدينا القدرة والإخلاص والكفاءة لنصيغ إحنا ونعلم الناس. يعني أنا ما عندي عقدة اللي أقبل أننا قاصرون ونحتاج إلى توجيهات لا البنك الدولي ولا صندوق النقد ولا غيرهما. ودائما أنا أطرح مثال فنلندا مثل الأردن حجما سكانا مواردا، ناتجها القومي 180 مليار، ناتجنا القومي 40 مليار. لماذا؟ لأن فنلندا تصنع المعرفة وتبيعها ونحن نستورد. فإذا المطلوب خطة وطنية للتحول المعرفي، عند ذلك لن نحتاج لا لمساعدات خارجية ولا لقروض من البنك الدولي ولن يكون عندنا عجز في الموازنة إلى آخره. أما موضوع الدين العام فأنا ذكرت ممثل صندوق النقد الدولي في لقائنا به في مجلس الأعيان، قلت له لماذا لم تقترحوا برنامجا إصلاحيا ماليا مماثلا لليابان حيث نسبة الدين العام وراح تتفاجئوا هي 160%، إذا إحنا 90 اليابان 160. أنا ما سمعت إنه صندوق النقد الدولي ولا البنك الدولي اقترح إصلاح مالي لليابان. إحنا 38 مليار. مش مهم النسبة، هي سيدي هي النسبة، دائما الحساب على النسبة. أمريكا نسبتها 105 مليار 5%. أمريكا قيمة نسبة الدين العام إلى الناتج القومي، لأنه تقدرش المبلغ بالمطلق ما إله قيمة لما تحسب 80 للحجم الاقتصاد الصيني ما إلها معنى. فإحنا دائما بنحسب نسبة من الناتج القومي. الناتج القومي الأردني
من معدلات الدين العام كنسبة من الناتج القومي الأردني هو يساوي معدلات الدين العام إلى الناتج القومي في الدول الأوروبية كلها، وأقل من الناتج من نسبة الدين العام في أمريكا. التركيز فقط على الدين العام، وهذا ما ركزت فيه في كلمتي في مجلس الأعيان مع ممثل الصندوق النقد، أنه لا يجوز التركيز فقط على الدين العام والعجز الحكومي دون النظر إلى الإصلاح الاقتصادي والتركيز على زيادة الناتج القومي والدخل، لأن ذلك هو الحل، وليس الحل في فقط زيادة الرواتب النسب. قد نحتاج إلى زيادات في الضرائب، ولكن الأهم أن يتسع الوعاء الضريبي بشكل يجعل النسبة نفسها دون أن تزيدها تعطيك دخل أكثر للدولة. عندما تربح الشركات والمؤسسات والأفراد والإنتاج يزداد، النسبة المحصل المبلغ المحصل هو أكبر بكثير. فلذلك التركيز يجب يكون على الإصلاح الاقتصادي بالتوازي. كان رده في مجلس الأعيان: احنا نتمنى عليكم أن تضغطوا على الحكومة للإصلاح الاقتصادي، لأن مسار الإصلاح الاقتصادي هنالك لتوضيح لعلي اللبس، الإصلاح المالي ليس إصلاح اقتصادي، الإصلاح المالي هو مسار مختلف كليا، وإن كان هنالك تشابك بين المسارين عن الإصلاح الاقتصادي. نحن نحتاج إلى إصلاح اقتصادي وإصلاح اجتماعي بنفس القدر الذي نحتاج فيه إلى الإصلاح المالي، ولا يجوز أن يكون كل تركيز الحكومة أو أي دولة فقط على الإصلاح المالي، وأن تنسى أن الإصلاح الاقتصادي هو ما يحقق الرفاهية وهو ما يحقق المصلحة للمواطن. زميل طلب أبي العفو، أود طرح التجربة الإماراتية في حال التحديات اللي تواجه الأردن. جلالة الملك وجه بدور الشباب الأردني في الحلول، لماذا لا يتم تشكيل مجلس شبابي؟ قد تم تنفيذ ذلك في دولة الإمارات، مجلس شبابي في كل محافظة. هذا المجلس الشبابي مكون من مجموعة شباب نشطين في هذه المحافظة، وهم متطوعين دون الحاجة لتكاليف مالية، يقوموا بوجود حلول ابتكارية وإبداعية للتحديات. الأمر الآخر وهو موضوع الاقتصاد، نحن بحاجة إلى تحويل الشباب الأردني من باحث عن عمل إلى رائد أعمال دولي وليس محلي، بحيث يقوم بتصدير المنتجات والخدمات من الأردن إلى الخارج، وهذا الأمر جدا سهل وبإمكاننا تكويره. فنحن بحاجة إلى التركيز على هذا الجانبين ومن خلال الشباب الأردني. موافقك تماما، وإحنا عنا علاقة وثيقة مع دولة الإمارات. أنا أردني في النهاية، ولكن كنت مستشار في التخطيط الاستراتيجي في دولة الإمارات. لا، إحنا الآن عنا تعاون وثيق جدا مع الدائرة الاقتصادية في في دبي، ونعمل معها على برامج كثيرة تصب كلها في الاتجاه اللي تفضلت فيه، وتجربتها تجربة رائدة وتجربة مفيدة أن نستفيد منها 100%. عفوا. ساعتك الكل قاعد يحكي إنه زيادة الضريبة من متطلبات تقرير صندوق النقد الدولي أو صندوق النقد الدولي اللي بيطلبها، علماً إنه الصندوق بصفحاته تقريره بصفحاته 60 و 61 و 62 طلب تخفيض نسبة الاقتطاعات من الضمان الاجتماعي بحيث يزيد الضغط في الأموال بصندوق بالناتج المحلي. كيف بطلب يعني ليش بأخذ شق من التخفيض وخش الشق الثاني؟ أنا أعتقد أن البحث فيما جاء في القانون يجب أن يتم في طاولة الحوار، طاولة خاصة. وأنا خليني أقول لك، يعني إحنا لما يؤمر جلالة الملك بالحوار، الحوار لا يعني أنه نتحدث باجتماع أو في نادي أو في محاضرة، مش هذا الحوار الحقيقي. هو أن نجلس على طاولة مثل هذه، طاولة مستديرة فيها كل الشركاء في الوطن اللي بنسميهم بالإنجليزي ستيك هولدرز، يجلسوا لكل فريق لموضوع. مش ممكن تبحث كل شيء في، يعني ما تقدرش تبحث مشاكل النقل العام وأنت تبحث قانون الضرائب. فكل مسار وكل مشكلة تحتاج إلى فريق عمل يرأس الوزير المختص ذو العلاقة، هذا اقتراحي، ليجلس فيه كل الفرقاء في كل مجال. يعني بيكون في غرفة هنا تبحث مثل هذه قانون الضرائب. قانون الضرائب أنا قلت له أيضاً للمندوب البنك صندوق النقد، قلت له أنتوا بتسموه إصلاح ضريبي، أنا لا أسميه إصلاح ضريبي، أسميه تعديل ضريبي. الإصلاح الضريبي يجب أن يتناول
مفاهيم ومبادئ الضريبة من أساسها، سياسة جباية الضريبة، إجراءات التنفيذ للتنفيذ الضريبة والتهرب من الضريبة، كل الإجراءات. لما بتقول لك تعمل إصلاح مش بتعمل فقط تغييرات في النسب. المشكلة في تحدثت فيها هاي واجهت فرانكلين روزفلت قبلك. فرانكلين روزفلت كان يقول أعطوني اقتصادي له إيد واحدة، لأنه عندما تكلم أي رجل اقتصاد بقول لك on one hand and on the other، يعني أي قرار اقتصادي تأخذ له أثر سلبي وأثر إيجابي، ما في قرار له توجه واحد. أنا أقول أن ما أثرته من نقطة مهمة يجب أن يكون موضع دراسة من قبل فريق الحوار حول الإصلاح الضريبي، ولم أقل قانون الضريبة. هذا القانون هو جزء من مشكلتنا. المشكلة هي في كل نظام الضريبة، هل يشمل كل مواطن؟ هل هو منصف لكل مواطن؟ هل هو يطبق على كل من هو ملزم؟ هل يجري إجراءات تطبيقية وعقابية إلى آخره؟ هكذا نكون عملنا إصلاح ضريبي، وليس فقط بأن نتكلم برفع النسبة أو تخفيضها. أنا أبداً لا أعتقد أنه سبب المشكلة. سبب المشكلة المواطن اللي مش ملاقي شغل، سبب المشكلة المواطن اللي راتبه ما بكفي يدفع أجار البيت والكهرباء، سبب المشكلة المواطن اللي يشعر أن هنالك فساد، سبب المشكلة هو المواطن اللي يشعر أن هنالك ظلم، سبب المشكلة أننا نعاني من إجراءات وحكومية، خصوصاً في الحكومة الإلكترونية التي كانت أول وأهم توجيهات جلالة الملك، واللي هي الأسلوب الأفضل للقضاء على الفساد والمحسوبية. لما يكون عندك نظام حكومة إلكترونية كما هو في دولة الإمارات، ونحن جزء من هذه العملية في دبي، عند المواطن ما أثار المشكلة هو قانون الضريبة، هو ليس المشكلة. ولا يجوز أن نفكر بأننا إذا قعدنا وناقشنا قانون الضرائب انتهت المشكلة. أنا لا أريد أن أي إنسان أو أي جهة أو أي وزير يسوق بهذا المفهوم، لأنه يعتقد أنه خلينا نحل نلغي قانون الضرائب تنتهي المشكلة. أبدا، أنا إلغي لي موضوع الضرائب، اسحبي قانون الضريبة وشو تغير في حالي؟ ما زلت عندي مشكلتي الحياتية، ما زلت عندي مشكلتي في العلاقة مع الدولة، ما زلت عندي مشكلتي بكل الاعتراضات اللي عندي. أرجوكم وأنتم يعني أهل التوجيه ودوركم كبير جدا أن لا يفسر الموضوع كله على أنه الضريبة هي التي بدأت هذا ظهور هذا الشعور اللي تكلم عنه سيدنا بكل احترام وبكل تقدير وبكل ثناء، أن هذا الشعور اللي عبر عنه المواطن بطريقة حضارية، وما زال حقه أن يتظاهر اليوم وبكرة، ولكن دون أن يمس بالممتلكات العامة، دون أن يقوم بأي إجراءات تعطل الاقتصاد وتعطل حياة المواطنين. التعبير حق شرعي، وذلك أنا ما بجيب شيء من عندي، هذه توجيهات سيدنا جلالة الملك. نقدر نحكي أن القانون مش حل، يعني ليس هو الحل، هو أحد المواضيع للحل. يعني تيجي هلا اصلا نص الناس بقول لك انا ما بيهمنيش اصلا موضوع الضريبه، انا موظف تحت مستوى، انا الموظف اللي تحت الحد الادنى للضريبه، شو بحل لي الغاء القانون؟ ما حل لي مشكلتي، لسه ما عندي اكل، ما عندي اجيب حليب لاولادي، ما عندي مدرسه اوديهم. لا يجوز ان ما دام الموضوع الان اثير، وهذا ايضا مش من عندي، هذا اذا بنقرا قراءه دقيقه لجلاله الملك، رسالته تتكلم عن المعيشة وعن الوضع وعن العدالة وعن منع الفساد وعن تسهيل المعاملات للمواطنين التي لا تتم إلا بالحكومة الإلكترونية، اللي مع الأسف لم تقطع أي خطوات حقيقية إطلاقا. يعني حتى نكون صادقين، كل ما تحدث سمعناه، وأنا رفعت تقرير لجلالة الملك عن أين وصلت الإجراءات في الحكومة الإلكترونية فعليا، وطلبت تشكيل فريق مستقر لكي يدرس ويقرر إذا فعلا أنجزنا أي شيء في الحكومة الإلكترونية يستحق الشكر. سعادتك، هل تعتقد أن السلطات التنفيذية السابقة قد تقاعدت، يعني قصرت في تنفيذ العمل التطبيقي على أرض الواقع؟ أنا لست حكما
ولا حاكما ولا قاضي ولا ليس لي ولا أرى أن هذا مجدي. أنا أحترم سؤالك، ولكن ما نريد عمله الآن هو أن نحل المشكلة، أما أن نصرف وقتنا في تحليل الماضي وتقصير الماضي لا يؤد، ما بوصلنا لشيء. نأخذ دروس ما هي كيف تصير العملية؟ لما أجلس على الطاولة وأبحث مشكلة مرور والنقل العام ليش لم تتحقق ولماذا لم تحصل، ساعتها نصل إلى اقتراحات كيف يجب أن ينفذ هذا الموضوع. كناخذ كمثال، وكذلك في كل مثال موضوع آخر. أنا أريد شعبنا وشبابنا، وأنا بحب الشباب وبعرف إن الشباب بحبوني، يعني في لي يعني علاقة عاطفية مع الشباب والطلبة خصوصا وأبنائي وأحفاد أحفادي. أنا بقول بدنا إياكم يا شباب تكونوا إيجابيين، شو بدنا نعمل؟ بدنا نصلح. أما أني أنا أجلد النفس وأجلد الماضي وأهاجم فلان وأهاجم علتان ما بيعطيني بآخر النهار أي فائدة. إذا كنت أريد فائدتي علي، إذا كنت أريد فائدتي علي أن أعمل بإيجابية لتحقيق أهدافي. دي مجلس الأمة مكون من شقين، شق الشعب وشق الأعيان. الأعيان هم عين الملك. هل رسالتكم توصل للملك وبوقت فيها ولا ال؟ هل الأعيان مجلس الأعيان اللي هو يعني ساعتك في مجلس الأعيان وأنتم عين الملك، يفترض إنه أنتم نعم. المستشار أو الملك يستشيركم. هل رسالتكم تصل للملك وبوقت فيها ولا في بينكم بين الملك حواجز؟ ليس هنالك بيننا وبين جلالة الملك حواجز كأعيان وكأفراد وكمواطنين. أنا شخصيا في أداء دوري في خدمة المجتمع أرفع إلى جلالة الملك عن كل شيء. أنا هلأ قبل وأنا عم بحكيك ما وزعته الآن أرسلته إلى مكتب جلالة الملك. ليس هنالك، وإذا بتقرأ البيان السامي التكليف السامي تجد أنه أن جلالته بده أن يتواصل مع كل الناس وهو يتواصل مع كل الناس. طب سيدي ما إحنا ليش المشكلة دائما بنستنى فيها حل ملك؟ ليش ما أنتوا بتكونوا موصلين الرسالة للملك؟ مجلس الأمة موصل الشعب البرلمان موصل الملك ما موصل الملك. مين قال إنه دائما نستنى حل ملك؟ أبدا، حل الملك دائما مطلوب. الملك سيد السلطات جميعها في الدستور الذي نحترم ونجل، وجلالة الملك بحكمته وبإلهامه نحن دائما نثق بأنه يأتي في الوقت المناسب بالحل المناسب كما حصل الآن. ولكن ألا ترى من دون ما أنا أحكي عندما جلالته يقدم هكذا توجيه ملكي سامي إلى رئيس الوزراء المكلف، أليس ذلك مستندا لما سمعه من كل الجهات؟ سيدي أنا قصدي إنه ليش يعني ليش دائما بيطلع الحل الملكي لما يصير فيه بده يصير بده انفجار؟ ليش انتوا ما بتكونوا مهيئين الموضوع وبتحلوها وبتوصلوا له انه يا اخي او يا جلاله الملك ها طب هينا تماما لازم نعمل مشان ما يصير كذا؟ ليش احنا يعني ليش بنجبر ما هو ما قبل الكسر بدنا نجبر المقصوره؟ اللي بدك يا هو اللي حصل، لانه ما عندما يعني أنا أدعي وأزعم وقد أكون مخطئ أن جلالة الملك سمع من الجميع، سمع من الحكومة وسمع من الأعيان وسمع من النواب وسمع من الإعلام وسمع من الشباب، سمع من الجميع وجاء بهذا القرار. ما استنى يعني هكذا تتم العملية بأنك أنت ترفع المشكلة لتحل، لأنه إحنا عم نتكلم عن حل وطني قومي شامل، مش عم نتكلم عن نحكي عن موضوع يخص وزارة معينة. إذا عندما يأتي الموضوع إلى بهذه الشمولية التي تحدث عنها جلالة الملك، أنت محتاج إلى قرار سيد البلاد اللي هو سيد السلطات. ما بقدرش يحلها لا يعني بدون هذا التوجيه لا تستطيع أن أي حكومة أن تجد حلول. تقعد دور مثل ما دارت الحكومة السابقة في نقاش حول سحب القانون أو عدم سحبه، هذه حدودها. عندما تحتاج إلى حل شامل يجب أن يكون بإرادة من سيد السلطات. يعني طبعاً بيك أنا بجوز بتفق معك في قضية إنه الأمور مش بس قانون الطريق. طبعاً الأمور متراكمة طبعاً. وعبر حكومات متعددة. أزعم أنا إنه كانوا يقولوا لجلالة الملك إنه باللغة الأردنية إنه الدنيا بيمر وربيع يا سيدي وما تخاف
واللاجئين السوريين مروحين والاقتصاد مضبوط والمساعدات جاي الى ان الملك امس واول امس يعني وضع النقاط على العروض. معناته هو قال انا يا عمي مش شغلتي. معناته هو عارف ان الوضع مش هيك ابدا. اليوم في واحد قال مازحا والله اينشتاين ما حل مشكله الاردن. مش اصلا اينشتاين بيقدرش يحل المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه مش شغله. هذا اللي استعمل كلمه اينشتاين ما بيعرف مين هو اينشتاين. اينشتاين ما له دخل لا بحل اقتصادي ولا اجتماعي ولا مالي. متفائل انه الامور تمشي والمتفائل انت شخصيا 100%. انا اليوم بعد قراءتي الدقيقه ودراستي مش قراءه، انا طالب، انا ادرس كتلميذ المدرسه، لذلك بحبوني التلاميذ لأني مثلهم واحد منهم. أنا أدرس دراسة، دراستي للتوجيه الملكي السامي تعطيني تفاؤل وثقة، مش بس تفاؤل، التفاؤل حلو وضروري، ولكن أنا أقول بثقة أننا الآن على الطريق الصحيح. والمحيط العربي أجرت الصلاة وأجرت الملك. أنا ما بدي أحكي إلا في موضوعنا الداخلي. أنا فقط بقول حلنا الداخلي نحن. جلالة الملك ما يقوم به على مستوى المحيط والعالم شيء لا يمكنك أن تتصوره، يعني ليل نهار شغال مع كل دول الدنيا وقادة العالم. بس مش هذا موضوعي، أنا بدي توجيهه لنا نحن أن نحل حل مشكلتنا داخليا. أنا أريد حل داخلي يا جماعة، إحنا عندنا ثقة بأنفسنا وقدرة، هكذا يقول الملك. تأكيدا لكلام سعادتك، اللي حل مشاكل دول مجلس التعاون الخليجي وطور دول مجلس التعاون الخليجي هم أردنيين. نحن قادرين أن نحلها. ولما رئيسك رئيس البلاد ورئيس السلطات بقول لك أنت يا شعبي قادر تحل المشكلة حلها، في أعظم من هيك؟ يعني هو جعلك شريك حقيقي، وأنا ركزت على الشراكة الحقيقية، لأن الشراكة في مفهوم الحكومات السابقة، وأنا انتقدت هذا الموضوع أكثر من مرة عندما أصدروا قانون الشراكة مع القطاع الاقتصادي مع قطاع الأعمال، شكلوا لجنة رئيسها من الحكومة أعضاءها من الحكومة وقالوا سياستنا هي هذه في الشراكة، هذه ليست شراكة. طب سعادتك مين بتحمل مسؤولية الوضع الاقتصادي؟ إليك إليك وإلي وإله 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 كليتنا. المفروض يكون في منهج اقتصادي يطبق على أرض الواقع من زمان. لا معلش، كل شيء له وقته. لا يعني ما شو بفيد إن أقول المسؤول هو حكومة فلان أو الوزير فلاني أو أنا، نحن كلنا مسؤولين عن هذا الوطن. ولما الملك بيخاطبنا يا جماعة، واحد بيخاطبه جلالة الملك تبعه بقول له يا ابني يا شعبي يا أبنائي تعاونوا معي لحل المشكلة، هاي الشراكة. الآن نحن في وضع سمعنا توجيها ساميا بأنه حلوا المشكلة يا أبناء. مين المسؤول؟ أنا وإنتي. لكن هناك مسؤولين، يعني مسؤولين فعلا، أنا وأنت مسؤولين، أنت مسؤولة في الإعلام بأن تبث الرسالة الصحيحة، أنا مسؤول في عملي في الاقتصاد وفي خدمة المجتمع أن أقوم بدوري، كل واحد فينا مسؤول، بس نريد مسؤولية إيجابية. أما الانتقاد والمحاسبة هذا جانب، هذا شغل المحكمة مش شغلي أنا. أنا شغلي كيف أبني المستقبل. سعادتك بخصوص إذا تعدل قانون الضريبة الجديد وصار 20% او شفنا الاليه تبعته، راح يصير في تعديل على الرواتب، بدل ما هو الان الرواتب 220 دينار هم بكفوا اجار بيت، وراح يصير الحد الادنى كنظريه الحكومه 700 دينار، حيتنفذ هذا الحكي ولا حيظل؟ سيدي انا ما اطالب به هو ان نجلس لدراسه ان السياسه الضريبيه كامله بما فيها القانون. انا مش ما بقبل انه اعتبر انه هذا القانون نزل علي قران او انجيل. ما في شيء اسمه إلزامي في توصيات البنك الدولي ولا الصندوق النقد الدولي. أنا أريد أن أعيد النظر في كل السياسة الضريبية وفي كل الإصلاح الضريبي بما فيه سؤالك. سؤالك يجب أن يطرح على طاولة الحوار التي سيرأسها وزير المالية الجديد لمناقشة الإصلاح الضريبي. سيدنا أرجع لكتاب التكليف السامي وضفتك ناقشته، يعني التحدي الرئيسي اللي ذكره سيدنا ويقف في وجه تحقيق أحلام وطموحات الشباب وتباطؤ النمو الاقتصادي وما نتج عن ذلك من فقر وبطالة وهذه القضية. أنا بدي من سعادة الدكتور كخبير اقتصادي، يعني الخطوة الأولى في تسريع النمو الاقتصادي للبلد من وين راح نبدأ إحنا، أو توجيهك إنه الخطوة الأولى في هذا الموضوع؟
احنا النمو الاقتصادي يشمل عدة جوانب. يعني لما نتكلم عن النمو، النمو هو نتيجة السياسات الاقتصادية، نتيجة سياسات العمل. مثلا لا يجوز أن يكون هذا البلد بشبابه العظيم وأبنائه العظيمين أعلى نسبة عطل في السنة في الدنيا. ما بيجوز أن نرشي الشعب لنسيء له. الحكومات ترشي المواطن بأن تعطيه إجازة، والإجازة تضره لأنها تضعف الناتج القومي، لأنه بتوضع عليه عبء يصرف فلوس هو بالعطلة بدل ما يقعد يشتغل وينتج. وبالتالي نحن أعلى نسبة عطل في الدنيا، في الدنيا. أمريكا 7 أيام العطل الرسمية، بالسعودية 8، دولة غنية. إحنا دولة محتاجة بنقول لشبابنا عطلوا. أنا يوم الأيام تكلمت بهذا الموضوع، بعض الأصوات طلعت يا سيد طلال إذا أنت ما بدك ترتاح إحنا بدنا نرتاح. ليش بدك ترتاح؟ مش مطلوب أن أريحك أبدا، بديك تشتغل مثل ما أنا بشتغل ومثل ما سيدنا بشتغل. هذه نظرية تريح، بدي أرتاح وريح المواطن، يجب أن نخرج. هذا واحد من مواضيع الإنتاجية. قانون العمل يجب أن يراجع في الإنتاجية. لما القانون لا يسمح بإنهاء خدمات الموظف السيء إلا بشكوى للمحكمة إنه هذا تعسفي، بسموه إنهاء خدمات تعسفي، مش موجود في الدول المتقدمة ولا الدول المتحضرة أبدا. هنالك جوانب أخرى تتعلق بكيفية دعم الشركات لتصبح منتجة، مش بس نحلبها نقول لها زيدي نسبة الفوائد. كيف أسهل أخلق بيئة استثمار؟ هذا موضوع آخر بده طاولة لحاله. إحنا نعد للبنك الدولي تقرير عن كل الدول العربية كل سنة معايير البلد من حيث البيئة الاستثمارية، ما هو وصف ووضع البيئة الاستثمارية في الأردن والبيئة الاستثمارية في الإمارات إلى آخره. هذه البيئة الاستثمارية أحد أسباب. لذلك أنا بقول أن هنالك مسارات كلها بتصير بالتوازي. وزير الاستثمار بده يقعد بطاولة كيف نحفز الاستثمار، مش كيف نقضي على الاستثمار. إمتى آخر شركة مساهمة تأسست يا شباب في الأردن؟ ما حدا بيقدر يتذكر، ممكن من 20 سنة. طب مش مشكلة هاي؟ شركة طبية سرقوها. شركة طبية تبعت المدينة. مش مشكلة. سرقوها على السريع. مش مشكلة. يعني عم بعطيك أمثلة كثيرة لأنه ما فيش حل سحري نقول هكذا يتحقق النمو. النمو نتيجة عدة مسارات كلها مترابطة، ولكن كلها يجب أن تسير بنفس الوقت. أما أن تركز الحكومة، وأنا هنا أتوجه إلى دولة الرئيس الجديد المكلف واللي تربطني به صداقة وعلاقة عمل، أعرف قدرته وكفاءته وإخلاصه، ما بده شهادة مني. إنما أنا أقول أرجوك أن لا تنظر إلى أن هنالك حل واحد لكل شيء يمكن أن يوضع على طاولة مجلس الوزراء. حل سحري ما في. ما في حل. مجلس الوزراء مجتمعين بعبقريته يقرروا أنه هيك المستقبل. لا يا سيدي، رجل الأعمال له رأي أحسن من رأي الوزير، رجل الإعلام له رأي باحترام رأي الوزير إلى آخره. سؤال خلينا نسأل إحنا كمان. عفوا. لا اسأل، مش مشكلة، بس بدي أسأل. فضل. إحنا كان مقصدنا إنه النواب والوزراء هو عمل تكليف شعبي، وأصحاب السلطة والنفوذ العالي في البلد إنهم يعني يستغنوا عن رواتبهم لحد ما إحنا نقدر يعني نوقف على حيلنا بالاقتصاد. أنا شخصياً تنازلت عن راتبي وأنت بتعرف ذلك. نعم. أنا لم أستلم راتب في مجلس الأعيان منذ تعييني، لا في الدورة السابقة ولا الحالية، ويوجه مباشرة من مجلس الأعيان إلى مركز السرطان. رفضت أن أمسكه، قالوا لي أنت خذه وحوله، قلت لهم لا أنا ما بمسك فلوس الدولة، أنا مش محتاج المبلغ. فأنا هذا يتعلق في البند اللي اسمه التكافل الاجتماعي. هذا أيضا لا أستطيع أنا وياك نقرره، ولا بدنا في جلسة طاولة المستديرة حول التكافل الاجتماعي ماذا يمكن للوزير أن يقدم من تنازلات من مبلغه. بالنهاية لن يشكل هذاك المبلغ الصعب، إنما لما توضع نظام مثلا لحد أسقف أعلى للرواتب رؤساء البنوك، ما بيصير رئيس بنك يأخذ 1,000,000 دينار.
فيش بأمريكا ما فيش بالدولة العظيمة هاي فيش واحد بياخذ مليون دولار راتب. هنالك إجراءات كثيرة يجب أن تتخذ، ليس هنالك حل واحد ومشكلة واحدة، لذلك هنالك طاولات حوار مفصلة كل واحدة تبعث موضوع. عندما أبحث التكافل الاجتماعي ما بجوز إنه رئيس بنك أو رئيس مؤسسة عامة من أموال المساهمين، ما هو مش ماله، لو بعض بيمنح حاله مليون ونص كيف، بس من أموال المساهمين يمنح حاله راتب ليس منطقيا بالنسبة لا لوضع البلد ولا لحجم الاقتصاد. يا سيدي أنا عندي سؤال، هل توافق معي أن من أسباب الأزمة الاقتصادية في بلدنا هي نزوح هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين من سوريا ومن العراق ومن اليمن، وبعدين منافسة المواطن الأردني في العمل؟ يعني مثلا ألمانيا مارد اقتصادي، ألمانيا قالت ما بقدر أنا أستطيع أن أتحمل أكثر من 1000 لاجئ من سوريا أو من هون، مارد اقتصادي، إحنا ما عندنا شيء، يعني شربة المية ما عندنا. فشو رأيك إنه هذه من أسباب؟ أنا ما بدي أدخل في موضوع جدلي لأني أنا لا أوافق. ألمانيا بنيت وأصبحت قوة عظمى بسبب اللاجئين الذين استوعبتهم في الماضي طبعا. والآن نحن لو وضعنا خطة للتعامل مع هذه القضية لحولناها إلى نعمة. أنا هذه فلسفتي بالحياة، أن دائما النقمة يمكن أن تحول إلى نعمة. أنت كنت تستطيع أن تضع إجراءات لكيف تحول هذه النقمة إلى نعمة اقتصادية. الأردن ازدهر لما جاءوا الفلسطينيين إلى الأردن لأنك استوعبتهم بطريقة أخرى. الآن أنا لا أريد أدخل بهذا الجدل، إنما أقول هذا واحد من المواضيع التي تستحق طاولة حوار، كيف نتعامل مع اللجوء في هذه الأزمة ليصبح فائدة بدل أن يكون عبئا. تركيا استخدمت هذه الموضوع بتطوير اقتصاد تركيا، وإذا بنلاحظ الاقتصاد التركي في السنوات الأخيرة في الأزمة السورية، الآن المنتجات التركية يعني أصبحت منتشرة في جميع دول العالم وهي صناعة سورية فعليا، فكان من الأفضل إحنا نستخدم اللاجئين السوريين هنالك. يعني قصدي أقول أنا لست أنا مش خبير بكل شيء، أنا تلميذ، أنا بقول كتلميذ هتولي فريق عمل من الخبراء يقول لي كيف أستفيد من اللجوء. أغنياء الحرب في العالم من وين إجوا؟ بس سيدي اسمح لي، بس والله بدي أسأل، الوافد المصري لما بده تصريح عمل بأخذ من الأردن ما بدفع شيء. معلش هذا أنا أنت عم تحكي في موضوع أنت بتفهمه أنا ما بفهمه. أنا بقول هذا الموضوع يستحق أن يدرس، أنا ما مش رافضه، مش رافض الموضوع، ولا بحب أني أذكر جنسيات معينة. أنا بحب أقول أن هذا الموضوع يستحق أن يدرس في طاولة فيها خبراء في الموضوع وأنا مش واحد منهم. دكتور بخصوص موضوع البطالة اللي يواجهها الشباب الأردني، أنا أؤمن تماما أن البطالة هي مبطنة ولكن وهي غير واقعية. السبب أنا في انخراطي للشباب الجامعة اليوم، المخرجات الجامعية لطلاب الجامعات وهي أعلى نسبة بطالة هي غير ملائمة لسوق العمل، لأن لا يوجد في الجامعات العمل التطبيقي، فلماذا لا يكون أيضا من ضمن التوجهات الآن هي التركيز على العمل التطبيقي في الجامعات؟ أنا لا أريد أن أنتهز هذه الفرصة لأتكلم عن إيش بنعمل. إحنا سنطلق أو سنبدأ في سبتمبر كلية طلال أبو غزالي الجامعية للإبداع، وهي جامعة لا تخرج متعلمين، تخرج مخترعين، أي أن الطالب إذا لم يخترع اختراعا لا يتخرج، والاختراع يجب أن يكون رقمي. لنخترع مثل الفيسبوك، مثل جوجل. جوجل هي أكبر شركة في الدنيا الآن، قيمتها 850 مليار. أنا بدأت في واحد من هذه المشاريع. هي برنامج أنا بدأت في واحد من هذه المشاريع. أنا طلبت منك هذا الطلب بمدارس اليوبي لما نعم. والآن إحنا والحمد لله إن استطعنا أن نحصل على موافقة وزارة التعليم العالي لإنشاء هذه الكلية الجديدة من نوعها في العالم. لأن أنا لما كنت ألقيت محاضرة الشهر الماضي في MIT وفي هارفارد قلت لهم أنتم مش مكتشفين إنه رح ينتهي دوركم كجامعات إذا لم تتغيروا؟ ألم تتعلموا ليش
بيل جيتس وزوكربيرغ وستيف جوبز وغورينغ وكلهم المخترعين العالميين تركوا الجامعة وبسموهم دروب أوتس، ما كمل في الجامعة لأنه اكتشف أن الجامعة ساقطة ولا تستطيع أن تعطي شيء، فيجب أن تتحولوا إلى تخريج مخترعين، حتى هدول اللي كانوا يطلعوا من عندك كمخترعين وليس يطلعوا من عندك طلاب ساقطين إذا كنت تريد أن تستمر. لذلك إحنا بدأنا نموذج جديد الآن من العلاقة من التعليم الإبداعي، الدروس كلها موجهة، ليس هنالك أساتذة، هنالك موجهين فنيين يعلم الطالب كيف يخترع اختراعا رقميا. وجوجل سيدي هي برنامج كمبيوتر بس، جوجل ليست شيء، لا مواد ولا تقنية ولا شيء، كمبيوتر بروجرام. سعادتك هناك مشكلة كمان بما يسمى بهجرة العقول والكفاءات، يعني حتى الشاب اللي بيكون كواليفايد عم بيطلع برا، يعني هاي مشكلة كمان كثير كبيرة لأنه مش عم بيلاقي حاله ببلده، وكمان هذا بيفتح الباب على البطالة. لذلك احنا قلنا أحد أحد الطاولات يجب أن تعالج هذا الموضوع. سيدنا أول ما استلم لكم الله طول بعمره، سيدنا أول ما استلم لكم وأنا كنا نكون موجودين معك، أنا أقول أنا بدي يطلع لي واحد ولا اثنين زي بالكيت بالضبط بالأردن، منا واحد بالأردن بس، واحد بنحل المشكلة، وما بدنا فلوس لا من بنك دولي ولا من دول الخليج. كل جماعتنا اللي بيفهموا اي تي زي ما قالت هيدا بفلوا قاعدين. أيضا سيدنا يا سيدي، سيدنا الآن حتى نعلم خصوصا في موضوع التطبيقية، العلوم التطبيقية اللي سألته عنها، في زيارته للصين جلالة الملك اتفق مع الدولة الصينية على إنشاء جامعة صينية أردنية تطبيقية، ما بتعلمش دروس بتعلم تطبيق، ونحن الآن مكلفين بإجراءات تأسيس هذه الجامعة من قبل الحكومة. فالأمور تسير يا جماعة، هذا ما نريد أن أرجوكم خصوصا الإعلام، لن يحقق إنسان نجاح وهو محبط وهو يائس، يجب أن نثير التفاؤل، يثير الأمل، السعادة والتفاؤل والأمل هو الطريق لتحقيق شيء. واحد يائس وفاشل وناقم ومحبط ما بيعمل شيء. هذا المجتمع يحتاج إلى أن كلنا نبث فيه الحماس. هنالك أشياء كثيرة عم تنعمل. اعمل معي مقابلة خاصة عن موضوع هاي الجامعة الصينية، عمل مهم جدا. الصين الآن تفوقت بعلومها التطبيقية على العالم وأصبحت الآن أكبر تاجر في الدنيا، وخلال سنوات ستصبح أكبر اقتصاد في العالم. تجربتها التطبيقية سنقوم باعتمادها وتطبيقها في الأردن. هنالك كثير أشياء عم تحصل وعم نحاول أن نأديها، كلنا مسؤولين وكلنا متعاونين، ولذلك إحنا بدنا نحفز ونشجع ونعمل، ما بدنا بس ننتقد ونهاجم، ما بفيد. طب يا سيدي هاجم قد ما بدك، شو يعني حققت اللي بدك يا لا؟ اعمل صلح، والتصليح اللي هنا امر فيه الملك هو عن طريق الحوار، وانا اقترحت ان يتم هذا الحوار، ليس بالحوار انه انا وياك نقعد نحكي وانا وياك نقعد نحكي وبعدين اثنين ثلاثه يحكوا وبعدين كل واحد يقدم اقتراح، ما بنوصلش لاي مكان، انما كلنا نجلس في غرفه مقفله مثل هذه ونناقش موضوع موضوع، ويشارك في النقاش كل اصحاب المصلحه في الوطن، من جمعيات المدنية خدمة المجتمع، من اقتصاد، من خبراء، من أكاديميين، من إعلام، من حكومة، من نواب، من أعيان، نصل إلى النتيجة. فإحنا نريد أن نحقق نتائج. الملك أمرنا الآن أن نشتغل، قال الموضوع بإيدكم، إنما المبادرة الأولى يجب أن تأتي من الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية. سعادتك سيدي أنت عم تحكي حاليا أنه جلالة الملك حكى اعطانا توجيهات احنا نشتغل عليها على الحكومه الجديده، تمام؟ طب سيدنا مش اول مره بحكي، مش اول مره بوجه له سنين سيدنا، كلام سليم كلام سليم، مشكلتنا هون ما حدا بسمعه، كلام سليم بحكي بروح بعمل شيء ثاني مش على هاج معين، كلام سليم. معناته احنا في عنا هون مشكله انه ما حدا بسمع، كلام سليم، ما مش على تعليمات سيدنا، كلام سليم، تمام. عم تحكي في عنا كمان سوء تخطيط هون بالبلد، يعني كيف سوء تخطيط هلا؟ انا لذلك سيدي انا كلامك مزبوط، بس أنا الآن متفائل لسببين. أولاً أن هنالك توجيه، كل رسائل جلالة الملك فيما يخص التكليفات السابقة تختلف عن هذه، خلينا نكون واضحين، وأنا فضحت الخلاف بورقتي الموزعة.
ثانيا هنالك رئيس وزراء أعرف أنا أنه قادر على التغيير، لأنه كان قادرا على التغيير في وزارة التربية والتعليم، وكان خير وزير استلم منصب وزاري. ثالثا نحن الآن في مرحلة أن جلالة الملك أمرنا كلنا سوا أنت وأنا أنه نشتغل، ما قالهاش قبل، كان دائما يوجه الحكومة أن تشتغل، ما تشتغلش مظبوط أو تشتغل ما بدي أقيم مش شغلي، بس الآن جلالة الملك بقول أنتوا الشعب تعالوا نشتغل سوا. في أحلى من هيك؟ في أحلى من هيك ملك؟ ما في. ما هي مشكلة، إحنا رح نشتغل بس الصوت ما وصل غير لما الشباب نزل على الشارع من أربع أيام. كويس عظيم، أشكر الشباب اللي نزل على الشارع. ليش غلط؟ ليش لا تقول ما إلا لما؟ ممتاز، أنا مبسوط منك إنك نزلت ونزلت وجلالة الملك عم بيثني عليك إنك نزلت بطريقة حضارية، لا كسرت لا دمرت لا سكرت طرق لا عطلت أعمال الناس. عظيم. جلالة الملك من أتوقع من شهر ونص قال اضغطوا من تحت يعني انزل وسوي شيء، كل طلب الناس نعم. نعم. الشارع. احنا الآن بديك انت الشباب، انت بالذات انا بحبكم انتو، انتو الشباب انتو اللي لازم يكون عندكم التطلع للمستقبل مش احنا الختيارية. ما بفيد تحكيني عن الحكومات السابقة، احنا شو اللي وصلنا لهون تحكي، ما رح نحكي عن الماضي، ما بفيدني الحكي. شو بستفيد اذا انا حكيت عن الماضي؟ يعني صار مشكله حتى يقدر يحلها. معلش بس انا هلا حبيبي وابني وحفيدي، انا احفاد اثنين من عندي ثلاثه تخرجوا من الجامعه، احفادي مش اولادي، ثلاثه تخرجوا من الجامعه. فيا سيدي يا حفيدي انت المستقبل لك مش لي، احنا ماشيين البلد هاي لك. الان تحكي عن الماضي ولا بدك تبني المستقبل؟ اكيد بدنا نبني، بس خلص هذا اللي بدي اياه منك. هل انت مع انه إذا إحنا مش قادرين صرنا سنين نحل مشاكلنا الاقتصادية نجيب خبراء اقتصاديين من برا، لأنه ولا حكومة جابت حل؟ طيب حبيبي لذلك أنا اليوم جيت باقتراح عملي، أنا جيت ترجمة لإرادة جلالة الملك وقلت خلينا نشكل طاولات حوار كل الستيك هولدرز يشاركوا فيها ويبحثوا كل خبراء فريق موضوع معين. هو وصل متأخرا يمكن أسمعت. أوكي اقرأ الورقة. احنا نشكرك بس الشباب كلهم بقدم وقتك كثير. ابدا انا بشرف الي، وانا دائما مشرف بسمع ارائك الطيبه اللي بتخدم البلد وبتخدم ابناء البلد. والله ما عملت شيء الا اني حاولت ان اترجم اراده الملك الى منهجيه، وانا وثني على ما كنت قرات بك بانه المستقبل للام والشباب وان شاء الله. في شخص بس بده يسال سؤال. حاضر. أول شيء أنا بشكركم بدعوكم إلي، أنا من مصر، أنا بشكرك وجهت كل الدعوة. مختصر مفيد، أنا صار لي 36 سنة ونسيت من هون. أنت من وين؟ من مصر، من جنوب مصر. نعم. وجهت هنا الدعوة. أنت سمعتني على النايل تي في؟ دائما أنت محترم. على النايل تي في؟ نعم. أول مبارح. نعم. مبارح. أنا خليني أتغنى بمجدكم الهاشم اللي بيقول بالجريدة ما هي مسؤوليتي حماية الجميع للتعبير عن أنظمة حرية، يعني احكوا بحرية. يقول لكم انا مع شعبي في قارب واحد. نعم. يقول كلنا الاردن، يقول كرامه المواطن من كرامتي. بس بدي ارجع لك الكلمه، وانا صار لي 36 سنه حشو وسطر. الرسول الكريم حفيد جلاله الملك حفيد الرسول الكريم قال عباره رائعه، قال والله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. متى تطبق هذه الرساله؟ نحن قلنا هنا لا معلش معلش هو معلش انا بدي احكي لكم هالكلمه. معلش الملك العادلي بيركض في مملكته، بيركض شمال يمين، واحنا بعد زمعانا بيضربونا حرب على بيت بيت. احنا سعداء ببلدكم، ان كان الجيش بيحمي الاردن من برا ولا بيحمي الاردن من جوا، هو حب الشعب ليكم 100% 100%. انا نتمنى ناس تنتمي زي حضرتك. ابدا انا قلبي وليس للرأي. انا قلبي مصري وجدي مصري. انت هلا حكيت انا من مصر وانا من الشام، حكيت انا عربي. حكيت كلمه رائعه ان انت تنتمي للراتب والاضطراب، ما اخذت الراتب. فبدي ان انا الصادقون يلتموا الاضطراب وليس الراتب. الله يجزي خير. انا حب اليوم عشان الله يجزي خير. هلا يعني في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن برمضان بيقول ان يا ريت تكتبوا كلمتين، هو ان لله اقواما يعني جمع قوم ان ارادوا اراد. في أخ أكثر من هيك ملخص؟ انتهى هيك الخلاصة. إن لله أقواما، خلينا نكون من هذه الأقوام اللي إذا أرادوا أراد الله. بدك أنت تريد يا ابني، الله بيقول أنت تريد وأنا بنفذ إرادتك. أحلى من هيك يعني لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن لله أقواما
إذا إن أرادوا أراد، ما تستنى أنت، ريد ريد اللي بدك إياه وربنا بدعمك. فخلينا نعمل بهالروح يا شباب، إن نريد الإصلاح، نريد الازدهار، نريد التكافل الاجتماعي، نريد مكافحة الفساد، نريد كل شيء. عندما نريده ونطبقه ربنا سيدعمنا. شكرا لكم، أكرمتوني بوجودكم.